استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبد العزيز إسحاق وفريق العمل القائم على عرض عودة الثمانينات، والذي أقيم ضمن الأنشطة الفنية والثقافية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بالقائمين على هذا العمل المميز وما تضمنه من فقرات وثقت تلك الحقبة الزمنية الثرية بأعمالها. جميع بين أولكم العديد إلى الجميع كلكم، يعني أنتم عملتوا جهد جعلت الناس كلها مبسوطة الحمد لله. ونحن الشياب هم استانس مو بس الشباب. الله يقويكم ويساعدكم. يعني أنا عجبتني الأوركسترا الكويتية كلهم كويتيين، يعني هذا شيء واحد يعتز فيه. واحنا نعتز بتشريفك شكرين ممنونين بسموك، وهذا اكبر فخر لنا طول عمرك، وهذا اكبر وسام لنا. والعمر عدا الاوركسترا ان الفريق طول عمر العامل في المركز كلهم عيالك وبناتك الكويتيين الشباب الكويتيين، وهذا حرصنا لتحقيق رؤيه سموك لانشاء هذه المراكز طول عمرك. الواحد يعتز الحمد لله ويفتخر الحمد لله. يا شباب تشريف سموك اكبر دافع لنا طول عمرك. دقيقه اتعدتونا والله يسعدكم ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله يحفظك.